أصدقائي المشاهدين متتبعي البي إن سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء القمة، أحد القمم العربية لهذه الجولة الأولى، افتتاحية الطريق إلى مونديال 2026. تأخذنا إلى استاد جذع النخلة، أكثر من 60,000 من المناصرين هنا من المشجعين، وسط أجواء حماسية جدا، وسط ذكريات العودة لأمجاد الكرة العراقية من استاد الشعب إلى استاد البصرة، من بغداد إلى البصرة. العراق اليوم يلتقي المنتخب الشقيق العماني في إطار أول جولات الدور الثالث والحاسم من تصفية كأس العالم، الحدث استثنائي بكل المقاييس. سنوات باقي، هذه خطيرة الهيثم حسين، والسالة أمام الدفاع، يمشي كرة طولية، الدفاع موجود، خطيرة تلعب الكرة، الدفاع موجود، يا استتاحي بالمونديال، صوت حذر وبداية حد، الكرة تمشي ملعوبة طويلة، تمشي كرة وسط الميدان، اختتام في مشهد الفينال، كان لقاء تاريخي. مدرب ياروسلاف تشيكري عمان قال اعرف كثيرا نقاط ضعف العراق وسنحقق نتيجه في الميعاد، وهنا تهرب الكرة على الربع ساعة الاولى من المباراة، يمشي علي جاسم، خطير من اول العراقي، 1-0 العراق، هو الجول يدور، هو هيثم حسين، هو هيمن حسين، هيمن حسين، 1-0 لهيثم، 1-0 لايمن حسين، يضرب كرة، 1-0 للمنتخب العراقي. شوف الكرة، شوف الصورة، ضربة في دورة من ركنية، من كرة ثابتة تصنع الفارق. درجال يتأمل في العودة للمونديال كرئيس اتحاد بعد ان كان عميد في 86 ايام باراغواي، مكسيك وبلجيكا، وهدف للتاريخ من راضي. يرضى العراق الان على هدف الاسبقية، 1-0 ايمن حسين، 1-0 ايمن حسين. واهم جزئيات الكرة الثابتة، كرة طويلة ممتاز لحقيقة المنتخب العماني، اخطر العرضية ممكنة جدا، والراسية على العالم لحقيقة، غيابه مؤثر، ماش ما فماش، الكرة تمشي من باش، خطيرة والثاني فرصة، سعودية يابان، بحرين يابان، كوريا عمان، كوريا عراق، تمكنتهم من 5000 تيكت، الكرة خطيرة وسلام، لأن العماني عنده القدرات، العماني يتقدم، انطلاق السرعة، السرعة قتلة، السرعة، حسين في التوزيع، كرة لمن؟ فما خطا بصافره الكنترول، شعملنا في الكنترول، ضيع الكره بالكنترول، حتى جاسم روعه، كره تمشي ممتازه، فرصه والهدف الثاني يضيع، مش ممكن، ما ادرت الكره يا ايمن، ايمن حسين ماذا ادرت يا ايمن، ماذا ضيعت؟ عنوان الشوط الاول، هل تشاطرون الاراء؟ اهم شيء هي النتيجه، انك تربح، الايقاع والتحكم في النسق، هذا المباشر اتكلم. بالفعل قطر والامارات مازال، خطيرة للمنتخب العماني، وفرصة كبيرة وركنية، اهم اهم اهم، الشياطين الحمر العمانيين يتألقون، ويتجميل جميل الاحمدي، كرة على القائم الثاني، مطيرة جابها صعبة شوية لكن جابها، برافو، خطيرة الرص، ولد كومو مش من فراغ، يمشي علي كومو، علي كومو، فما قمة في نفس التوقيت، العمل بفضل البحرين، يمشي كرة، عماني خطير، اللي يحب يتأهل زمير محمد شاتو، والتسديدة والحارس جلال، اللي يحب يتأهل ويوصل للمونديال الأمريكي كقارة تقريب، كرة عمانية خطيرة ملعوبة، يمشي العماني الآن يحاولون، كرة بعيدة ولا عمان، العراقي خطير في مرتدات يلعب كرة ولكن برا، سرعات وقوة، أرجى كرة في التحضير، عطفا على الكرة، ملاكمة وين برشا، ثم في الرياضات الشخصية في وسط الميدان، شبان الكرة العراقية بالفعل، ولا يمشي الكرة، هو أمين، أمين خطيرة، والهدف الثاني يضيع، خطيرة جدا من أيمن حسين. المنتخب العراقي منتخب ناجح، منتخب قوي ومنتخب واقعي، كل هجمات العراق، آخر كرة، آخر كرة للعماني، ممكن بالرأس، يضرب بالرأس، هو كرة أوت، فرصة كبيرة، الكرة الثابتة عنوان،
الكرة الثابتة عنوان الشوط الأول. الترسانة العراقية بقيادة حسين سلام من الطرف إلى من الوسط، فممكنية وتسديدة، ومحاولة كانت من عبد الرحمن، أعتقد محاولة من عبد الرحمن. عمان صارت مع جماهيره في كأس العالم وأنا في العب. دخول اللاعب الغساني والتسديدة والحارس. إذن في وسط الملعب منتخب العراقي أفضل في مات من زمن الشوط الأول. الشوط الثاني ينتهي، ممكن يشوط، الشوطة بعيدة، الآن تأتي قريبة والحارس، برافو جلال، كانت كرة ممتازة من منتخب عمان. هو جلال يتبع سعدون، تخلي ما هوش مركز، أخير من المواجهة، توزيعة خطيرة جدا، التوزيعة خطيرة وفرص العراقي من أيمن حسين، عمل ضغط مع كوريا، المهم مرة جدا هدف. هنا جدع النخلة، هنا العراق النخلة للمرة الثانية على التوالي، بالتوفيق للثنائي العربي. درجة الكرة، مازالت المباراة متواصلة، قربنا من دقيقة 90%. الكرة العالية خطيرة ملعوبة وممتازة. الكرة الثانية، كرة تطلع برا اوت. العراقي كان اخطر نسبيا وكان افضل واكثر استحواذ عن طريق عبد العزيز شاموسي. عودة رب، الان التوزيعة خطيرة ملعوبة ومش ممكن بالعراقي، حاولت الدخول بقوة ثم بالسرعة ثم كما حسين حيدر في المنتخب الايران واوزباكستان، صراع رباعي من هذه المباراة. يمشي منتخب عمان، خطيرة تمشي لعبد الرحمن، يوسع كورة والدفاع تملاك دارجة كورة يلعب العماني في محاولة كورة بدون عنوان.